السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مع يمينة بن علي. اليوم باش نحضر معاكم شوية شوكولاتة للصغار، شوكولاتة محشية بالبسكوي وشوية لوز. حضرت شوية شوكولاتة ألوان، عندي الأحمر والأخضر والروز والأصفر، شوية حلوة وكان حبينا نعملوا فيها. عندنا شوكولاتة بيضة، عندنا شوكولاتة سوداء وشوكولاتة حليب، باش نخلطهم مع بعضهم باش ما تجيناش قوية. حبيت نلون شوية في الشوكولاتة باش للصغيرات، تصلح الشوكولاتة دي في أعياد الميلاد ولا النفاس ولا في الحفلات اللي تابعة الصغار ولا في حفلات النجاح. المول اللي عندي شكله كيما شكل كعبة الحلوى، يعني كيما البونبون. الشوكولاتة الحمراء ذوبت، عملت فيها شوية زيت ما كثرتش، وذوبتها على حمام مريم. نختار كعبتين ونعملهم زوز أحمر الوجه متاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. توا نحطه في الجناب. توا عملت حمام مريم للكولير الاصفر، نجيبه بسم الله الرحمن الرحيم ونقدو الاصفر في الثاني. ونبدأ نحنا نحضروا في الكولير هذا، وتبدا شوكولاته اللون الاخر يبدا ديما في حمام مريم، يعني باقي قاعد يعني نبدا نذوبوا في الشوكولاته اللون الاخر باش نربحوا الوقت. نفضها هكا، نعملوا الكعبه الاخرى بالاصفر. باش تخشين الطبقه الاولى ديما نعاودوها باش ما يبانش الحشو من داخل. كملت عمرتهم الكل، تو نحطهم على شيره ونبداو نخلطوا الحشو نتاعها. الحشو عندي كما قلت لكم، عندي 150 غرام بسكوي سايده، وعندي 100 غرام لوز مرحي، لوز ابيض مرحي. اللوز هذا الابيض صبيت عليه شويه ما سخون امس، ونحيت له القشره نتاعو وخليته يشيح شويه، وصباح ريحته. نخلطوه مليح. خلطته، تو عندي الحليب المكثف المحلى نصبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلطه مليح. عملت قدر كاس نتاع حليب مكثف محلى. كملت خلطت الحشوه نتاع الشوكولاته، تو نهز بشوي ونعمل قدر وحدات كيف هكا. قد الشوكولاتة نجيبو مثلا الوحيدة نقيسوها قد هك. من الحشوه نتاعها من وسط، توا نزيدو نسخنو الشوكولاته مره اخرى ونعملو لها الوجه الاخرين. توا سخنت شويه الشوكولاته الاحمر ونحاول نصب فوق. كملت عمرتهم الكل وحركتهم كما كنتوا تشوفوا باش ما يبقاش فيهم الهواء. نخلوهم ساعتين في المجمد ونرجعوا بعد نشوفوه. الشوكولاته حطيتها في المجمد
بردت بما فيه الكفاية. توا نشوفوا مع بعضنا النتيجة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم، نحو الشوكولاتة. بسم الله، هذه القطعة الأولى، شوفوا علاش تحصلنا. الجناب هذوك نتو بعداك نتبعهم بالسكينة ونحي، خلي كان التصويرة متاعها. كملنا هذا، نحطوا له شويه ماء سخون ويتغسل ساهل الغسلان نتاعو، وديما قبل ما نستعملوه نغسلوه، وبعد لا نكملوا به نغسلوه، وحتى كي نخملوه المول نتاع الشوكولاته حتى كي نخملوه نظيف، قبل ما نجبدوه نستعملوه مره اخرى يلزمو يتغسل السيليكون. الشوكولاته حضرت، هاني نظفت هاك الاجناب نتاعها الكل سويتها، ان شاء الله تعجبكم. وراني عملت قيمه كبيره، غير عملت انواع اخرى تنحطها لكم في فيديو اخر ان شاء الله. الحشوة اللي شفتوني عملتها بالحليب المكثف والبسكوي واللوز، قسمتها شوية عملتها في المول هذايا اللي شكل البونبون ولا الحلوة، وشوية الاخرين عملتهم في انواع اخرى، تو نهبطها لكم ان شاء الله في فيديو اخر بحول الله. ان شاء الله تعجبكم الشوكولاتة اليوم وتنال رضاكم. الى اللقاء في وصفة قادمة عن قريب، دمتم في امان الله وحفظه. الى اللقاء.